مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في درس جديد من مكوني القراءة، وعنوان الدرس هو البهلوان. وأول ما سنبدأ به حصتنا هو قراءة الكلمات البصرية. قواعد، نظام، أنظم، أحترم، أبدع، أفكر. الآن أعزائي التلاميذ، ماذا تلاحظون في الصورة الأولى؟ أحسنتم، سقط البهلوان على الأرض أثناء مشاركته في مسابقة الجري. وماذا تلاحظون في الصورة الثانية؟ جيد، البهلوان غاضب لأن موج البحر دك قصره. إذن أحبائي، بعد ملاحظتنا للصورة ومن خلال عنوان النص، سنمر إلى التوقعات وهي كالتالي: التوقع الأول، البهلوان يشارك في مسابقة الجري. التوقع الثاني، يسبح البهلوان في البحر. التوقع الثالث، غضب البهلوان لأن الموج دك قصره. وللتأكد من صحة هذه التوقعات، هيا بنا نستمع إلى النص. البهلوان: مشيت إلى الملعب، جريت ولم أتعب، عدوت ولم أكسب، عثرت ولم أغضب، أنا البهلوان. سبحت في البحر، عمت على الظهر، عمت على الصدر، علقت بين الصخر، أنا البهلوان. بنيت قصر الرمل، دكه موج البحر، قلت لموج البحر، سأذهب إلى النهر، أنا غضبان. والآن أحبائي، بعد أن استمعتم إلى النص، هل كانت التوقعات التي وضعتها لكم صحيحة أم خاطئة؟ ممتاز، كل التوقعات كانت صحيحة. البهلوان يشارك في مسابقة الجري، توقع صحيح. يسبح البهلوان في البحر، أيضا توقع صحيح. غضب البهلوان لأن موج البحر دك قصره، أيضا توقع صحيح. والآن سنمر إلى إنجاز أنشطة الصفحة 149. أذكر أفعال البهلوان. إذن أحبائي، هناك أفعال كثيرة في النص قام بها البهلوان، منها جرى، مشى، بنى، علق، عثر، ذهب، وسبح. والآن سأمر إلى النشاط رقم 3، أتم عائلة المفردة سبحت. إذن سبحت، تسبح، سباح، سباحة، مسبح، سباحة. أما الآن سأنتقل إلى الصفحة 145 وأنجز النشاط رقم 4، أكمله. مشى البهلوان إلى الملعب. أحسنتم، جرى البهلوان ولم يكسب. جيد، علق البهلوان بين الصخر. بنى البهلوان قصر الرمل. حطم الموج بحر القصر، فغضب البهلوان وقال: أنا غضبان. إذن إلى هنا انتهت حصتنا أعزائي الأطفال، وإلى اللقاء.